يا صلاه النبي يا صلاه النبي، ده ايه اللبقه دي كلها؟ البدله دي تسوى لها ايه؟ باكو؟ لو انت ساده باكوين هتتعاكس يا سيد المعلمين. هستلميني بقى، مش انت اللي قلت نستخبى في النظافه؟ وانا بصراحه عجبتني النظافه. شايفه الجزمه دي 600 جنيه، كنت قاعد مع واحده من اللي بتعامل معاهم، واحده نظيفه، لقيت للراجل بيتحكم عليه من جزمته. تخيل يا فتون 600 جنيه 600 جنيه الجزمه. يا معلم يا ابو الجزم يا جامد. جبت البطاقه؟ اه بطاقه، حلاوه البطاقه وجمال البطاقه. بصي قولين يا اخويا دي صورتك. عادل فكري شحاته. اه اللهم صل على النبي. ودي سليمه بقى ولا مضروب؟ لا سليمه، بس ملهاش ملف. يعني ايه؟ يعني مفيش حد عنده شهاده ميلاد اسمه عادل فكري شحاته، ملهاش اصل. طب خد. وبالقبهه دي كلها رايحه عند مين؟ عند اهاب؟ طبعا، عشان اللي جاي بقى. طب بقول لك ايه يا اخويا؟ اه استنى البس هدومي واجي معاك، عايز اشم هوا. تيجي معايا فين؟ هو راح القناطر. قناطر ايه؟ طب انا هخرج. هتخرج تروحي فين؟ اتسنكح، اروح في اي حته. هو اي ساعه وخلاص؟ اه انت عايز تقعدني هنا ليه؟ عايز اطسيها 24 ساعه. بقول لك ايه؟ ها جيب لي حشيش وانت جاي، انا ما عنديش غير سيجارتين. يا مفضوحه يا مفضوحه. خد هنا. الله. هاي ازيك يا اخويا؟ اهلا. مبروك. يبارك في عمرك ربنا. ايه ده، هو انت بتحب الجري؟ يعني لسه رايح الجيم اهو. الله اكبر، اللهم صل على النبي. فرصه سعيده. انا اسعد يا اخوي. فتون. وانا نائي. اهلا وسهلا. اهلا. ويا ترى انت بقى عايش لوحدك؟ لا انا والدي. اه طب اسيبك بقى للجيم. بالسلامه يا اخوي. اتفضلي. سلام عليكم. والله ما عارف نقول لك يا طارق مين. انا بقالي سنتين ونص مخبوط على دماغي. ساعة ما زينب سابتني وهربت، تخيل خدت كل اللي حيلتي. شاء 10 سنين والله العظيم. لما ابويا وامي قابلوها في الشارع في المنيا كان مسروق منها شنطة. قالت ان الشنطة دي كان فيها كل الورق والفلوس بتاعها. قالت لنا البيت من غير ولا مليم. يعني فلوسي وذهبي اللي هي سرقتهم راحوا كده في الهوا؟ خدت منك يا محروس. الفلوس والذهب. ايه يعني خدت منك فلوس وذهب؟ انا خدت مني ابني. انا لو ما لقيتهاش مش هشوف ابني تاني. طيب يا طارق بنت، تفتكر الكلام اللي قاله الضابط ده بتاع جوز اختها هو ممكن فعلا يوصل الشرطه ليها؟ معرفش، كل اللي انا اعرفه ان استحاله اسيب ابني يضيع، وعشان كده محروس انا اتربى قبلك. عشان ايه؟ ما فهمتش. بص يا محروس، أنا عايزك تحاول تفتكر كل حاجة كانت بتحصل بينك وبينها، كل كلمة كانت بتقولها لك. يمكن لما نقعد أنا وأنت كده نحاول نوصل لحاجة. أنا ما نسيتش حاجة عشان افتكرها يا طارق بيه. أنا شايف كل حاجة بتحصل قدام عيني. زينب، بس برضه هي كانت بحالات، كانتش موزونة. يعني تعيط شوية، ترقص شوية، تضحك، تسرح. كنتش فاهم لها،
وكانت مربيه حربايه. شفتها الخضره دي؟ شفتها الحربايه دي. بس عارف يا طارق بيه، والله يا اخي مش عارف هتصدقني ولا لا، رغم كل اللي عملته زينب معايا، بس هي ما كانتش وحشه. انا برضو كبير وبنفهم في البني ادمين. زينب كان جواها حته طيبه. طب بتخرف بتقول ايه؟ اللي انت بتتكلم عليها دي خدت مني ابني، خدت مني شاهين، اكتر حاجه كانت بتبسطني في دنيتي. عروسه احنا اتضحك علينا. انا لما جيت اتجوزها كانت بنت بنوت. ازاي؟ ده انا متجوزها بنت بنوت. كانت بتعمل ايه دي؟ ما تقلقش يا طارق بيه، ان شاء الله ابنك هيرجع لك. لو وقعت فيكي، بس والله العظيم كان جواها حاجه كويسه. انا مش صغير يا طارق بيه. لبنى عمرها ما كان جواها حاجه كويسه. ما اسمهاش لبنى. دي بقى انت تروح البيت تفك كعبها، وكل سنه وانت طيب. طيب يا باشا، هنمشي من هداياك يا باشا. حبيبي عملت لي ايه بقى في الحوار التاني؟ ما ينفعش يا راشد. راشد تاني، ما قلنا عادل. اللي انت طلبته ده بلدي قوي. بس افتكر دي فكره جديده يا بوب، ممكن تعدي عادي. 5 كيلو كوكايين يعني اكتر من 5 مليون جنيه. مجازفه انهم يجوا على مره واحده. ده اولا. ثانيا دي الكبير زي ده لازم البوب الكبير يعرف التفاصيل بتاعته. يعني الراس الكبيره ومال، قول له ان انا عارف كل حاجه والتفاصيل كلها عندي. ماشي تمام يا راشد. راشد تاني؟ سوري يا عادل بيه. ماشي يا باشا، وقول له على الاقل مهله وانا مش مستعجل. معلش ازيك يا علي؟ ازيك انت؟ معلش يا محمد انزل تحت شوية. كفارة. كنت خايفة تقابليني ولا ايه؟ خايفة؟ وهخاف من ايه بقى يا علي؟ هو انت بقيت بتخوف دلوقتي؟ يعني كل ما بكلمك تزوغي مني وتقولي لي جوزي ما اعرفش ايه. ما انا بصراحه يا علي متجوزه راجل محترم، رجل اعمال ومتدين، مش عايزه اخسره. ده واضح. ومحمد ده مش هيقول له؟ لا ما تقلقش، محمد ده بتاعي. الله خير يا علي. فتون فين يا غنوة؟ تاني يا علي؟ هو انت مش سألتني عنها في التليفون؟ قلت لك اني معرفش حاجة عن فتون. صدقني يا علي، انا والله معرفش حاجة عن فتون من تقريبا حوالي سنتين، من وقت ما زورتك في السجن. بصراحة كده
مش عايزه اعرف حاجه عنها تاني خالص. انا عايشه حياه كويسه علي، وعايزه احافظ على حياتي دي. ممكن؟ ممكن. لو عايزه الاقي فاتورة اعمل ايه؟ وبعدين بقى ما اعرفش ومليش دعوه. دور على فتون بعيد عني يا علي. سلام يا غنى. محمد اطلع يلا. اهلا اهلا اهلا. صاحي؟ انا ما نمتش اصلا، انا يا دوب ريحت نص ساعه كده، خدت شاور عشان اعرف انزل. الروايح الحلوه دي. اتفضلي. انا كنت عايزه اطلب منك طلب. اطلبي. ينفع ما تخرجش النهارده وتقعد معايا؟ بس انا بديت معاد لناس صحابي. ماشي اوكي خلاص. أنا بس كنت عايزة يعني نقعد نتكلم شوية. نتكلم في إيه؟ ممكن في أي حاجة، بس يعني نقعد نتكلم، ما تخرجش يعني. طيب أنا وعدك مش هتأخر. أوكي ماشي انجوي. بتنامي لي الجاكيت ده محمد؟ خلاص بقى مش هنام بقى وهستناك. اه طبعا. ماشي؟ قربت. باي. مشيتي ليه؟ أنا عايز أقول لك اللي أنتِ عملتيه ده عجبني أوي، كان حلو جدا. إيه اللي أنا عملته؟ آه، اهتمامك بيا ده، حضنك اللذيذ. بس أنا ما كانش لازم أعمل كده. ليه؟ إيه اللي يمنع يعني؟ يعني أنت حد مهم أوي، وانا واحدة دخلت حياتك صدفة. اصلا انا مش فاكرة اي اب ليا، ولا فاكرة اي اخ ولا عم. وبعدين انا ممكن شوية وامشي من حياتك. ممكن ما تمشيش يا دليل، انا خلاص اتعودت شوية جنبي يعني.
اكيد انا دلوقتي صعبان عليك وبعد شويه. لا 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 ده كان في الاول، انما دلوقتي انا مش هسيبك الليله دي. بصي انا عايزك تروحي تغيري هدومك عشان هنخرج نسهر بره. بجد؟ يعني هنخرج؟ هنخرج. طب والناس اللي كلموكم مستنيينك ده؟ طز في الناس. بجد ميرسي يا مولاتي، خلاص انا هغير وارجع بسرعه. طيب سنين من غير جواز لوحدك مش كتير؟ كتير فعلا. ريد ولا وايت؟ وايت. وايت. ما هو اصلا انا طلعتها بعد ما الحياه خلاص استحالت بينا يعني. بعد كده قلت اخد هدنه مع نفسي شويه. الولاد كبروا سنه ورا سنه وسافروا وانا اتعودت اعيش لوحدي. واحتمال برضه كنت خايف اخش تجربه تانية اتعذب وبتاع، فطنشت يعني. هي بقى اتجوزت. مش عارف نتصل ببعض يعني. Life goes on. ما تيجي نغير الموضوع ده بقى. نغير؟ تحب نتكلم في ايه؟ عايزين نتكلم عنك. عني انا؟ وانا فاكره حاجه عن نفسي عشان اتكلم. انا لو هتكلم عني يعني هتكلم عنك انت بس. انا مش فاكره حاجه قبلك ومش عايزه افتكر. انت البني ادم الوحيد اللي في حياتي دلوقتي. لا. ده مراد هنا. هو ده. ممكن اسلم صدقني. ايه الصدفه جميله دي؟ انا هاي هاي مختار. اتفضلوا جانس. اتفضل خد. ما قلتليش يعني مختار جاي. انا ما كنتش عارف بس عادي يعني. ايه الاخبار؟ تمام. انت مش قلت لي انك هتسهر في المعادي مع نعمان بيه؟ ما انا لغيت المعادي بتاع نعمان بيه. قلت اخرج انا وداليا نتعشى بره من باب التغيير يعني. انت ما عندكش مانع طبعا. لا ما عنديش طبعا. على فكره يا مختار انا كلمتك مرتين النهارده عشان البنك اخد التو يونتس وطبعا انت ما ردتش. لا ما ده الطبيعي بتاعه. البي ده انا بقعد اكلمه يوم بحاله على ما يرد عليا. سوري معلش انا كنت عامل التليفون على سايلنت فما سمعتوش. بس امبارح وانا بقيت عند مختار عملنا الموبايل سايلنت فما اخدناش بالنا غير اما صحينا من مالهم التو يونتس؟ إدارة البنك عايزة تغير بند من بنود العقد. أوكي. أكلمهم بكرة وأشوف عايزين إيه. لا خلاص خلاص بس بقى ما زهقتوش من الشغل طول النهار شغل. خلاص بعيد عن الشغل أنا على فكرة يا داليا أنا برسم لك لوحة. ترسم لي أنا؟ بجد؟ بقول لك إيه؟ أنت فنان على راسي وعيني. بس انا بحذرك خليك بعيد عن داليا. لا وانا جيت جنبها. لا بجد يا مراد خليه يرسمها لي بليز. على فكره مختار رسام فظيع. لسه عاملي روحه وانا ميوت كانت تحفه. ميوت؟ خيالي. تشيرز. تشيرز. فعلا في ستات زينك وده كتير بس هي دمها خفيف. دي ما بتتكسفش خالص دمها تقيل وقلت الادب قوي. سوري يا فندم حضرتك تسيب كده كده. لحظه بصي انا مختار ده شفت معاها ستات اشكال والوان كذا مره امبارح تلمح ان هما كانوا مع بعض في حاجه عيب وهو اتكسف. لا 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 مختار الكذب انت ما تعرفيهوش هو بس عشان انت كنت قاعده فكان حاسس. مالك يا مراد؟ مراد في يا مراد؟ انا مش مراد الحقوني مراد.
الو مو انت ما جيتش ليه يا ابني؟ يعني ايه ما ردتش؟ يعني ايه ترددتك يا مو؟ طب قفلت التليفون ليه؟ يا عم رد عليا انا بكلمك. الحال يا مو بليز، الحالي بعتني في البيت وحبساني مش عايزه تنزلني. ابني دي حجزت لنا التذاكر على لندن وعايزه تسفرني تعدي هناك 3 أشهر وتعالج. بليز يا مو عايز اشوفك. يا مو حجزت لي تذاكر يا معلم وهتسفرني لندن. والنبي يا مو تعالى تعالى والله، انت لو جيت تاني هي هتدخلك، مش منطقي يعني انها تطردك مرتين. بليز يا مو تعالى لحقني، انا محتاج اشوفك. بليز يا مو تعالى. الو يا مو، مو لو سمحت. هو مراد بي فين؟ آخر الطريق. اللي حصل؟ الدكتور بيقول أزمة قلبية حادة، أنا خايفة أموت يا مختار. هو فين؟ هناك في الأوضة جوه.